السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم استكمالا للمحاضرة السابقة والتي نتحدث فيها عن أشكال البرامج التلفزيونية، حيث تحدثنا في المحاضرة السابقة عن أشكال النصوص الإذاعية والتلفزيونية، وتحدثنا بشكل عام عن اللي هو أشكال الغير كاملة للنص وأشكال كاملة النص. طبعا قلنا الدراما بكل أنواعها هي أشكال كاملة للنص، وأشكال غير كاملة للنص قلنا برامج التلفزيون اللي هي دائما بتكتب بشكل جزئي لأنها دائما بتكون مفتوحة من إجابات الضيوف والمواد، أما اللي هو برامج الدراما من اسمها دراما بدها كاتب وبدها مؤلف وتعتمد عليهم بشكل كلي. ودخلنا على طول على موضوع أشكال البرامج، تحدثنا بشكل مفصل وشرحنا على اللي هو شكل البرامج اللي هو أول شيء الحديث المباشر، عرفناه وأخذنا مثال عنه، وتحدثنا عن الريبورتاج وقلنا إيش هو الريبورتاج، وقلنا إيش هو كمان اللي هو أنواع اللي هو الريبورتاج، وتحدثنا أيضا من أشكاله. قلنا اللي هو المباشر والمسجل والتعليق والتأليف، وبينقسم طبعا حسب الغرض لثلاث أنواع. بعدين اللي هو تحدثنا عن الشكل الثاني من البرامج، قلنا اللي هو نوع البرامج الحوارية وش بتاخد، كيف شكلها البرامج الحوارية من اسمها حوار. وقلنا أنواع الحوار عندنا ثلاثة: تحول معلومة، حوار الرأي، وحوار مع الشخصية. بعد هيك تحدثنا على اللي هو المناقشات اللي هو نوع من البرامج اللي هو برامج المناقشات. بعد هيك تحدثنا على اللي هو برامج اللي هي المناقشات، وقلنا اللي هو بتأخذ عدة أشكال المناقشات، من ضمنها اللي هي الدائرة المستديرة، ومن ضمنها أيضا المناقشة الجماعية، ومن ضمنها الندوة الأفقية، ومن ضمنها أيضا المناظرة التلفزيونية. نستكمل في محاضرة اليوم والجزء الثاني واللي بيتعلق اللي هو في برامج المنوعات، في برامج المنوعات. طيب، برامج المنوعات هي البرامج التي تضم ترفيها أو إبهارا، دائما من اسمها برامج منوعات، يعني يا إما ترفيه يا إما إبهار، زي الأغاني، استعراضات، فوازير، برامج النجوم، الفن تعتمد على التجويد، الإبهار في الديكور، في الإضاءة، في التصوير، في التقديم، في الإخراج. تضم دائما برامج المنوعات والمسابقات والحفلات والاستعراضات، لأن مثلا برنامج من سيربح المليون، برنامج حفلات ليالي التلفزيون، ستار أكاديمي، برامج الوادي، كل هذه تعتبر ضمن تأتي ضمن برامج المنوعات. طبعا بتضم مسابقات، بتضم حفلات، بتضم استعراضات، فيها بار، فيها ديكور، فيها إضاءة، فيها تصوير، فيها تقديم، فيها إخراج. برامج منوعة زي برنامج مسرح مصر اليوم، زي برنامج اللي هو من البرامج اللي هي على الشاشة، اللي هي برامج اللي بتيجي على MBC، اللي هو برامج الغنائية، زي اللي هو ذا فويس كيدز، وفي برنامج جديد اللي هو برنامج اللي هو ذا فويس سينيور، وبرنامج اللي هو برامج استعراضات، برامج فوازير، برامج اللي هو تجويد، إبهار، فيها اللي هو المسرح مصر زي ما انتم بتشوفوا قديش اللي هي برامج ترفيهية ومنوعة، برامج التيك شو بكافة أنواعها، برامج اللي هو نبعد كتير، يعني ناخد اللي هو المنوعات من اسمها منوعات. لكن برامج الأخبار تختلف، والنوع السادس من أنواع البرامج وهي برامج الأخبار، من اسمها أخبار، من أشكالها نشرات، بانوراما عربية، جزيرة، منتصف اليوم، بس بقدم فيها معلومات بتشمل كافة أشكال البرامج اللي يشترط أن تكون ذات محتوى ومضمون إخباري، فبتعرض دايما حدث معين أو موضوع معين بيتميز بالحالية، وبتم التصوير دايما في قلب الحدث أو الموضوع بأشخاص الحدث أو الموضوع. هذه دائما البرامج بتكون دائما بتاخد شكل الأخبار. إذا بعد اللي هو من أشكال البرامج المنوعات ومن أشكال البرامج قلنا برامج الأخبار، وأيضا من أشكال اللي هي البرامج أيضا وهي أيضا اللي هي طبعا العروض الكلامية، العروض الكلامية اللي بنسميها التوك شو، برامج التوك شو، العروض الكلامية. طيب ايش هي برامج التوك شو؟ عبارة عن منصة بيكون فيها مذيع، بيكون فيها واحد مرتجل بيشارك الجمهور معاه في الحوار،
حول موضوع أو قضية أو شخصية، زي برنامج هلا شو، زي برنامج منشادلي، لو بطلنا نحلم، حوار مع الكبار، مع نشوة، مع كذا، مع عمرو أديب، بتناقش مع الجمهور عمرو أديب وبتحاور معهم. برامج كتير بتكون موجودة، عبارة عن بنسميها برامج اللي هي عروض كلامية، اللي هي تيك شو، هيك معناها تيك شو، عروض كلامية. طبعا في بالنسبة للأخبار اللي هي قلنا بتعرض حدث معين، برامج الأخبار بيتميز بالحالية دائما الخبر، ويتم التصوير في قلب الحدث أو الموضوع. طبعا بتضم اللي هي الأخبار بتضم أشكال صغيرة، مثل اللي هي في أخبار اللي هي عبارة عن نشرات، نشرة إخبارية، في تقرير، ريبورت، بدنا نعمل ريبورت، ريبورت لما نسمع كلمة ريبورت يعني بدنا نعمل تقرير إخباري، مش مجرد نشرة. بروحوا زي اللي هو ما بيطلعوا في تلفزيون مثلا فلسطين اليوم، بيطلع اللي هو المراسل بيروح على قطف الزيتون، بيعمل تقرير عن قطف الزيتون، بيقدم اللي هو فقرة، طبعا كلنا حنتعلم كيف نعد اللي هو التقرير التلفزيوني، بيطلع بيقدم فقرة مدتها مثلا أقل من نصف دقيقة، 20 ثانية، بيقدم اللي هو الستاند بنسميه، بيقول قطف الزيتون شهر، في قطف الزيتون يوم تاريخي في اللي هو في التراث الفلسطيني، أو دائما موسم اللي هو جني الزيتون وقطف الزيتون. بعد هيك بيعمل مقابلة تنتين مع اللي هو الحضور اللي موجودين، وممكن هو يتسامر معهم أو يلقط معهم بعض الزيتونات مثلا في خلال اللي هو التصوير، وبيتم عملية إسقاط صوتي على اللي هو موسم اللي هو الزيتون أو موسم اللي هو قطف الزيتون. وبعد هيك بيختم اللي هو الاستان تبعه بالتقرير، بالتالي بيتحول إلى تقرير تلفزيوني، أو بيعملوا على شكل قصة تلفزيونية أو تعليق كومنت اللي هو، أو موجز إخباري أو شريط الأخبار أو البرامج، 7 البرامج برامج إخبارية. يعني أشكال صغيرة اللي هي بالنسبة لي اللي هو البرامج الأخبار عندي، اللي هو بالضم طبعا اللي هو 7 أشكال، اللي هي قلنا نشرات نيوز، تقرير ريبورت، قصة نيو ستوري، التعليق كومنت، الموجز إن برايف، بعدين اللي هو شريط الأخبار نيوز بار، بعدين اللي هي البرامج بروجرامز. هذه هي بالنسبة إلى الأخبار. إذن الأخبار تشمل كافة أشكال البرامج، لازم تكون يكون المضمون فيها إخباري، يعني اللي هو المحتوى يكون إخباري، تعرض حدث معين بيتميز بالحالية، بيتم التصوير في قلب الحدث أو الموضوع بأشخاص الحدث، يعني ممكن نجيب أشخاص الحدث ونتكلم معهم. طبعا زي الجزيرة، منتصف اليوم، بانوراما العربية، النشرات، كل هذه اللي هي بتضم أشكال اللي هي الأخبار. أشكال الأخبار: نشرات، تقرير، قصة، تعليق، موجز، شريط أخبار، برامج. تاني: نشرات، تقرير إخباري، قصة خبرية، تعليق مثلا على قصة، على حدث، موجز، بدنا نقول موجز، الموجز الإخباري مثلا على طول بتلاقيه دائما على التلفزيون، عارفين الموجز الإخباري، نشرة إخبارية، برامج زي هيك. طيب قلنا العروض الكلامية التيك شو، قلنا منصة بيطلع فيها مذيع بشارك الجمهور بناقشوا في القضية، زي برنامج هلا شو، سهل جدا. العروض الكلامية التيك شو، برامج التوعية، النوع الثامن من أشكال البرامج، برامج التوعية أو البرامج المتخصصة، أو بسموها البرامج الفئات، يعني يا التوعية أو البرامج المتخصصة، البرامج الفئات، فئات يعني فئة الأسرة، فئة المرأة، فئة الطفل، في برامج دينية. يقسم دائما برامج، تقسم برامج التوعية أو برامج النوعية أو البرامج المتخصصة أو برامج الفئات، نقسمها حسب الموضوع أو الفئة المقدم لهم، مثلا برامج الأسرة، برامج المرأة، برامج الطفل والشباب، برامج دينية، من اسمها فئات، برامج متخصصة مختصة في فئة من المجتمع، برامج نوعية بتختص يعني في اللي هو مواضيع الأسرة، مواضيع المرأة، برامج العمال، برامج الإعاقة، برامج ريفية، برامج اللي هو تتعلق في اللي هو مثلا اللي هو المعاقين، برامج تتعلق في الأطفال، برامج تتعلق في المرأة، في النساء، في المرأة، في برامج تتعلق مثلا اللي هي في فئة من فئات المجتمع، فهمناها يعني، أو موضوع، يا إما بيختص اللي هو فئة، مجموعة من الناس، مجموعة منهم، أو موضوع مثلا بيختص الناس هذه، موضوع بالعمال، موضوع إعاقة، موضوع رياضي، زي هيك.
المجلة أيضا، برامج المجلة بسموها نوع من من أنواع اللي هو من أشكال البرامج، بسموها المجلة، بتضم بداخلها طبعا عدة أشكال برامجية زي مجلة المرأة، مجلة الأغاني، نشرات فنية، بس هذه المجلة، برامج المجلة هي بتكون على التلفزيون لكن هي بشكل مرئي. الإعلان التلفزيوني هو أقصر الأشكال من حيث المدة وأكثرها إبهارا. طبعا كلكم بتحضروا اللي هو على التلفزيون، بتلاقوا نص الفيلم أو نص المسلسل كله عبارة عن إعلانات، للأسف هي إعلانات تجارية وهي مربح القناة وهي الدخل اللي بيدخل على اللي هو العائد اللي بيدخل على الموظفين والعاملين في هذه القناة. التنويه دائما، برامج التنويه دائما هذه برامج توعوية خدمية تأخذ شكل الإعلان، بيقدم دائما للجمهور خدمة، بتكون دائما الدولة أو هيئة أو وزارة أو منتجة له، ولا يهدف دائما للربح. مثلا اللي هو مثلا تنويهات عن إنفلونزا الطيور أو كورونا أو ما شابه، من اسمها توعية، وبسموها اللي هي برامج اللي هو التسويق الاجتماعي. برامج التسويق الاجتماعي بنشوف كنا على التلفزيون المصري من زمان اللي هو برامج البلهارسيا والكذا، وامنعوا أطفالكم وتنظيم الأسرة والحوادث، لا تسرع في الموت أسرع، كل هذه برامج تعتبر يعني برامج تنوية أو تمويل. من أشكال البرامج أيضا البرامج التسجيلية، وهي عبارة عن لقطات مع مادة علمية منتقاة، حطوا عليها شوية موسيقى مؤثرات زي الأفلام التسجيلية اللي هو بتشوفوها اللي هي بنسميها أفلام وثائقية. تمام، عندي اللي هي أيضا من البرامج، برامج بسميها نفسها تسجيلية بس بسميها سيمي تسجيلية، يعني برامج تسجيلية بس بيكون فيها مداخلات، إذا فيها مداخلات ولقاءات أو كلمات لناس معينة بسميها هي سيمي تسجيلية. تمام، زي برنامج حلوة يا بلدي، برنامج القافلة، هذه من أنواع البرامج، ابحثوا عنها على النت بتلاقوها على طول، تقدروا تطلعوا عليها، مجرد ما تكتب برنامج حلوة يا بلدي بيطلع لك تتفرج عليه. هذا هو برنامج اللي هو بسموه برامج من أنواع البرامج السيمي التسجيلية. طب الدرامية، النوع ال14 اللي هو من أشكال البرامج، اللي هي البرامج الدرامية. إيش هي برامج درامية؟ من اسمها دراما، يعني فيها قصة، فيها سيناريو، مجموعة مشاهد تعبر عن قضية أو مشكلة في صورة مسلسلة، يعني فيها حبكة، فيها اللي هي كافة المسلسلات والسهرات كلها برامج درامية. سيمي دراما بده يكون برنامج بضم مشاهد درامية لكن بيطرح مشكلة أو موضوع بيعقب عليه متخصص. لما أحط كلمة سيمي دراما أو سيمي تسجيلية بدي أحط مين؟ مداخلات. بدي أحط سيمي دراما، بدي أحط أيضا اللي هي كلمة مداخلات اللي بيعقب تعقيبات لمختصين حول مشاهد درامية، زي برنامج اسمه بين الناس أو برنامج حياتي. طيب برامج تعليمية، من اسمها تعليمية، بتقدم مناهج دراسية معارف باستخدام وسائل إيضاح. برامج تعليمية بتضم أنواع، برامج تعليمية منهجية، برامج معارف عامة مثل اصنعها بنفسك، برامج عالم الحيوان، برامج تعليمية عالم البحار اصنعها بنفسك، وهكذا. النوع الآخر من أشكال البرامج، برامج الملامح، وهي برامج المناسبات والأحداث، برامج شموع زي برامج الفواصل، فيها مواد مذاعة بين البرامج، وهي مثلا هذه هي من اسمها فواصل، هي يعني فواصل فنية أو سياحية تذاع بين البرامج، بسموها فيل إن، أو برامج اللي هو سيتنج، لوحات تنويه عن برامج إرشادات، يعني لوحات من اسمها سيتنج، وفي اللي هو اللي هي بسموها برومو، تنويه معين عن قناة أو عن برنامج أو عن حلقة، برومو. يعني ثلاث أشكال من أنواع الفواصل، اللي هي فيل إن، سيتنج، اللي بعدين الثانية اللي بسموها البرومو. ثلاث أنواع من الفواصل أو المواد المذاعة بين البرامج، دائما بتكون هذه بين البرامج. الفيل إن فواصل فنية سياحية تذاع بين البرامج، السيتنج لوحات تنويه عن البرامج أو الإرشادات، البرومو تنويه عن قناة أو برنامج أو حلقة. تمام، هذا بالنسبة إلى الفواصل. طيب عندي برضو اللي هي تريلر، اللي هي هذا النقطة الرابعة من الفواصل، هو تريلر وهو تنويه عن مادة درامية زي فيلم أو مسلسل، بسموه اللي هو تريلر دائما، أو اللوجو اللي هو فواصل القناة، وتشمل الشعار المختار لها، اللي هو الشعار المختار لها. إذا عندي اللي هو من أشكال اللي هي البرامج اللي هي الفواصل، وقلنا المواد المذاعة بين البرامج، وهي قلنا خمس أنواع، فيل إن وهي فواصل فنية أو سياحية، سيتينج هي لوحات التنويه
عن البرامج او الارشادات. البرومو هو التنويه عن قناة او برنامج او حلقة. الرابعة اللي هي قلنا بنسميها اللي هو تريلر 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 ها تريلر تريلر تريلر، وهو تنويه عن مادة إدرامية، فيلم مسلسل. أما اللوجو هو الخامسة، هو فواصل القناة وتشمل الشعار المختار لها. الشعار المختار لها. من القواعد للكتابة للراديو والتلفزيون حنأخذ مجموعة، هذا طبعا الموضوع الثاني اللي هو الكتابة للراديو والتلفزيون، هنأخذ اللي هي مهارات الإعداد في الكتابة للتلفزيون. طبعا الكتابة للتلفزيون احنا هنركز كثيرا على التلفزيون. فموضوع الكتابة للراديو والتلفزيون موضوع مهم، وهذا الجزء طبعا مهم جدا اللي هو كيف نكتب للراديو والتلفزيون. في عندي عدة خطوات أنا لازم أتبعها للكتابة للراديو والتلفزيون. لازم أول شيء أعرف إيش هي مهارات الإعداد. ثاني شغلة بدي أعرف إيش هي خطوات الإعداد. ثالث شغلة اللي هي بدي أعرف من أجل كتابة أفضل إيش الملاحظات اللي أنا لازم أعملها وأراعيها لحتى أكتب اللي هو كتابة بشكل أفضل. في عندي مجموعة من الملاحظات والهدف منها طبعا هنخدها. بعدين في النقطة الثالثة هنعرف القواعد العامة للكتابة، القواعد العامة للكتابة تمام. طبعا دائما في النقطة الرابعة هنلخص خطوات الكتابة التي يجب مراعاتها تمام، في اللي هو الكتابة للإذاعة والتلفزيون، في الإذاعة للكتابة في الإذاعة والتلفزيون. طبعا اللي هو هذه بتنطبق طبعا اللي هي الفنون والمهارات اللي بدنا نكتسبها في مجال الكتابة للإذاعة والتلفزيون متقاربات ما بينهم وبين بعض، يعني نفس ما بنكتب للتلفزيون بنكتب للراديو، بس لكن بدنا نتعلمها بشكل مريح. أولا اللي هو مهارات الإعداد. أول نقطة عندي من مرحلة الكتابة للراديو والتلفزيون وهي مهارات الإعداد. مهارات الإعداد تتميز مهارات الإعداد بعدة مميزات. أول شيء سلاسة الأسلوب اللغوي. لازم يكون عندي لما أنا بدي أكتب في للراديو والتلفزيون بدي يكون عندي سلاسة في الأسلوب اللغوي. اللغة تاعتي اللي بدي أكتب فيها للراديو والتلفزيون أو خلينا على التلفزيون بدي يكون أسلوب اللغوي فيها سلس. أيضا بدي يكون عندي الإيجاز في النصوص، يعني أنا ما بدي أكتب نصوص كثيرة ونصوص عميقة زي ما بكتب للصحف، لا، في التلفزيون والراديو دائما بدي أوجز الإيجاز. أيضا سرعة الإيقاع، سرعة الإيقاع يعني بدي تكون اللي هو الإيقاع عندي زي على رتم موسيقي. مناقشة القضايا الساخنة، يعني أنا لما بدي أناقش أو بدي أفكر أكتب ما بدي دائما خليني أدخل في مناقشة القضايا الساخنة. وأيضا الاستعانة بمصادر معلومات وإحصائيات وأرقام، وأيضا التخصص في مخاطبة فئة جماهيرية أو معالجة موضوعات معينة، وأيضا التفاعل مع الجمهور وتوظيف الصورة جيدا. إذن من المهارات الإعداد أنه بتتميز مهارات الإعداد عندي بسلاسة الأسلوب اللغوي والإيجاز في النصوص وسرعة الإيقاع ومناقشة القضايا الساخنة، وأستعين دائما بمصادر ومعلومات وإحصائيات وأرقام، حتى إيش؟ حتى لأنه الأرقام والمعلومات والإحصائيات بتوصل إلي المعلومة بإيجاز وبسرعة تمام؟ ما بتخلي لي أرغي كتير بدون معلومات وبدون دقة وبدون حجج وإحصائيات وأرقام. والتخصص في مخاطبة اللي هي فئة جماهيرية، يعني أنا أكون متخصص في مخاطبة هذه الفئة مباشرة وعالج موضوعها مباشرة. واجب أيضا من خلال كتابتي يكون فيها نوع من التفاعل مع الجمهور اللي هو استفزاز الجمهور، وأوظف دائما الصورة في اللي هو كتابتي للتلفزيون، توظيف الصورة دائما في كتابتي للتلفزيون. اتفقنا؟ هذا بالنسبة لمهارات الإعداد. طب إيش الخطوات الإعداد
في عندي مجموعة من الخطوات للإعداد. أول خطوة لحتى أعد أنا قبل أنا لأعد اللي هي أقول في عندي أنا عشان أكتب بدي يكون عندي مهارات الإعداد. طب إيش الخطوات؟ أول شيء بدي أختار الفكرة، إيش الموضوع، إيش الفكرة اللي أنا بدي أكتب فيها للتلفزيون. بدي أختار الفكرة، البرنامج. اليوم أنا عندي برنامج، برنامج مثلا الرأي المستنير، الرأي المستنير اسمه البرنامج، اسمه البرنامج اللي هو بلاش الرأي المستنير، الفكرة المستنيرة. تمام، اول شيء بدي اختار فكره. ايش بدي اختار؟ فكره مستنيره الناس بدي انا بدي اوعي الناس فيها. بدي اختار فكره معينه، والله اجاني انه هيو مثلا شهر اكتوبر الوردي، بدي اختار انا مثلا فكره انه انا اعمل برنامج جميل هيك اللي هو اوعي المجتمع واوعي المراه من خطوره هذا المرض. حلو، هذا اللي هو الهدف. اخترت الفكره اللي هو بدي اعمل اللي هو برنامج توعوي او حلقه توعويه في برنامج اسمه فكرة مستنيرة. بدي احدد الاهداف، والله الاهداف اللي موجودة عندي انه انا بدي اوعي المجتمع واوعي المرأة الفلسطينية بشكل خاص بضرورة التوعية واتخاذ الطرق السليمة اللي بحيث ان هي ما تتعرضش لهذا المرض. بدي احدد الجمهور المستهدف، والله هو جمهور المرأة والسيدات والشابات بمختلف اعمارها. بدي اجمع المعلومات، طيبة بدي اجمع المعلومات، انا عشان اكتب كويس لازم اجمع المعلومات. كيف بدي اجمع المعلومات؟ بجمعهم من خلال اللي هو احصائيات اللي هو من خلال وزارة الصحة، من خلال المؤسسات اللي بتكتب واللي بتنشر في هذا الموضوع اللي هو بخصوص اللي هو سرطان الثدي. حسن اختيار الضيوف وصياغة الأسئلة، بدي اختار وزيرة الصحة، بدي اختار اللي هم مسؤولة او مختصة في اللي هو او دكتور مختص او دكتورة مختصة في اللي هو امراض اللي هو السرطانات وبالذات اللي هو سرطان الثدي. ايضا بدي اشوف ملائمة اختيار المواد الفيلمية، يعني المواد اللي جمعتها، التصوير، الصور اللي موجودة عندي، المواد اللي هو الصور اللي انا جمعتها فيديو وصور، هي من اسمها فيلمية، كيف هل هي بتلائم اللي هو الموضوع والهدف والجمهور والمعلومات والفكرة واللي انا بحثت عنها. بعدين بدي اجي لمرحلة اللي هو في الاعداد، اعمل بروفا. بعد ما اعمل البروفا وشفت انه الفكرة اكتملت عندي، الفكرة تبعتي، والله انا عملت هي الفكرة، البرنامج اسمه فكرة مستنيرة، اخترتها الفكرة المستنيرة، لقيت فكرة اللي هو حملة توعوية او برنامج توعوي، حددت الهدف، حددت الجمهور، جمعت المعلومات، اخترت الضيوف، صغت الاسئلة، لقيت انه انا مواد الفيلمية بتختار معاها، عملت بروفا. باجي للمرحلة اللي هي الاخيرة وهي انه انا ببدأ التسجيل والتصوير مباشرة، ببدأ عملية التسجيل او التصوير، وبالتالي انا باجي لمرحلة اللي هي الكتابة. إذا أنا في مهارات الإعداد حتى أعد بدي أختار فكرة، أحدد هدف، أحدد جمهور، أجمع معلومات، أختار ضيوف ملائمين، وصيغ أسئلة لهؤلاء الضيوف، وتكون ملائمة اختيار المواد الفيلمية اللي أنا بدي أعرضها في برنامجي أو حلقتي أو موضوعي، بعدين أعمل بروفات، بعدين أسجل وأصور. ثانيا، من أجل كتابة أفضل، أنا حتى أكتب بشكل أفضل في عندي ملاحظات عامة يجب أن أراعيها، من ضمنها اللي هي ممارسة الكتابة. يعني أنا من خلال أنا عشان أكتب كويس، طول ما أنا بتعود على الكتابة أكتب 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 أكتب، الممارسة في حد ذاتها بتعلمني أكثر. تعد أفضل وسيلة لتعلم الكتابة ممارسة الكتابة نفسها، حيث يتطور الأسلوب دائما في كل مرة عن المرات السابقة. البعد القصصي يجب أن يراعى البعد القصصي في الكتابة، حيث أن لكل شيء يعد بعد مكاني، حيث يراعى البعد القصصي في الكتابة، حيث أن لكل شيء بعد مكاني وأيضا بعد قصصي، أي أن له قصة وتسلسل في حدوثه، ويعد البعد القصصي مدخلا لكتابة الخبر أو البرنامج أو الفيلم التسجيلي. يجب إذن أن يراعى البعد القصصي في الكتابة، حيث أن لكل شيء بعد مكاني وأيضا قصصي، أي أنه له قصة وتسلسل في حدوثه، من اسمه قصصي، بعد قصصي. يعني أنا لازم تكون في كتابتي يكون عندي هو شكل قصة، دائما بدي أكتب على شكل قصة لحتى يستوعبوها الناس. أجيب له اللي هو في لكل شيء في بعد مكاني وفي له أيضا بعد قصصي، يعني له قصة، له تسلسل، يكون في حبكة، يكون في بعد، في مدخل لكتابة خبر أو برنامج أو فيلم تسجيلي، يكون مشوق. ما أجي على الموضوع بشكل مباشر لا، بدي أجيب له قصته من البداية.
يعني بدي اقول مثلا انه بدي اسرد انا مثلا موضوع عن قصة نجاح، مثلا تخرج طالب من جامعة من جامعة اكسفورد، وحصل مثلا على اللي هو المرتبة الاولى في تخصص الطب او تخصص جراحة الطب، جراحة القلب، تمام؟ في الطب تخصص جراحة قلب. هذا هو لما انا بدي اجيبه على شكل قصصي، والله بدي اجيبه من فلسطين، من بلد ها بدي اجيب دبداها، او ممكن اجيبها بشكل غامض، كان طفلا فلسطينيا، طلع وين جبته، من هو من اول من ولد، كان طفلا فلسطينيا يافعا، كان اهله يلقبونه بالطفل الذكي، دائما كان يختلف عن اخوته واقاربه، نجح في الثانوية العامة وأخذ المرتبة الأولى على مستوى فلسطين، وتم تقديم له منحة من قبل السيد الرئيس، وسافر وهاجر، وبالتالي من القواعد المهمة للكتابة أنه يجب استخدام جمل بسيطة ومعبرة وتراعي ثقافة الجمهور، يجب أن تكون الكلمات بشكل راقي، تكون اللغة العربية سليمة، بتم شرح المصطلحات دائما إن وجدت، لأنه أنا مازال بدي أكتب جمل بسيطة وتكون معبرة وتراعي ثقافة الجمهور، فبالتالي بدي أنا المصطلحات تكون دائما بسيطة أيضا وبشكل رائع ولغة عربية سليمة. بدي أستخدم أيضا صيغة الزمن المضارع، أن ذلك يشعر، لأنه ذلك بيشعر المشاهد دائما بالحالية، يعني بدي أقول يحكى أن، يقال أن، ما بدي أجيب صيغة الماضي نهائيا في اللي هو استخدام مصطلحاتي في الكتابة للتلفزيون، يعني ما بقول اللي هو دائما في مقولاتي أو في الكتابة للتلفزيون مثلا بصيغة الماضي، أنه مضى، بقولش مثلا مضى وقتا طويل، بقول والله لا زال، مثلا بقول لا زال الوقت، بدي أشعر المشاهد بالحالية، ما بقولش مثلا بدي أعبر مثلا عن المصالحة، بدي أشعر المشاهد باليأس أو أشعره، بدي أستخدم له صيغة المضارع، بدي أقول له إنه كان مثلا بالأمس، إنه بدي أقول له يحكى أن موضوع المصالحة قد أشعر المواطن باليأس والعجز، لا بدي أقول له بصيغة المضارع اللي هو بدي أقول له دائما بصيغة المضارع، بحيث إن أنا أشعر الجمهور بالحالية. واضحة جدا، الأسماء دائما بدنا نكتبها وتكون دائما الأجنبية بنكتبها باللغة العربية، يعني إذا كان عندي اسم باللغة الأجنبية أكتبه حرفيا باللغة العربية، يعني بدي أكتب مثلا اللي هو أكامول، أكامول أكتب له إياها أكامول بالعربي عادي، يعني أشتد القراءة مش مشكلة. عندي كمان شغلة تانية، يجب أن يسبق اللقب الاسم، يجب أن يسبق اللقب الاسم، يعني ما بقول الاسم بعدين اللقب، ما بقول مثلا اللي هو رئيس جامعة الإسراء الدكتور عدنان الحجار، تمام؟ ما باجي اقول اللي هو صرح اللي هو الدكتور عدنان الحجار رئيس جامعة الإسراء، بسبق دائما، بحط اللقب بعدين بحط الاسم. يجب البعد عن صيغة المبني للمجهول واستخدام المبني للمعلوم، زي مثلا بدي اقول مبني صيغة للمبني للمجهول، انشأت وزارة الاسكان مدنا جديدة، هذه صيغة صحيحة فهي صيغة مبني للمعلوم، اما صيغة المبني للمجهول الخاطئة كأنك تقول أنشئت مدنا جديدة، طب أنا مين عارف اللي هو، أنا عارف مين اللي أنشئ، مين اللي أنشئها، ما عرفتش، لأنه هنا صيغة مبني للمجهول، صيغة مبني للمجهول. يفضل دائما استخدام ضمير المخاطب، يفضل دائما استخدام ضمير المخاطب في الكتابة لإعطاء المشاهد الإحساس بالخصوصية، يعني لما استخدم أنا ضمير المخاطب دائما بخلي المشاهد يشعر أنه دائما بحس بالخصوصية،
كمثلا تقول له عندما نزور مدينة السادس من أكتوبر، ولا نقول له إن الزائر لمدينة السادس من أكتوبر، إن الزائر لمدينة السادس من أكتوبر. فصيغة المخاطب مهمة جدا. فتقول أنت استخدام ضمير المخاطب في الكتابة لإعطاء المشاهد الإحساس، بدك تقول مثلا صيغة المخاطب كهذا المثال عندما نزور مدينة السادس من أكتوبر، وما نقول في اللي هو مثلا إن الزائر لمدينة السادس من أكتوبر. النقطة اللي بعدها، عليك تعلم وإتقان عددا من وسائل الانتقال، مثلا كلمة الآن، أخيرا، وبعد ذلك، وحتى اللحظة، لأن، وبالتالي، وبالتالي، مما أدى، الآن، أخيرا، وبعد. كل هذه تعتبر اللي هي وسائل الانتقال، يعني وسائل الانتقال من نص إلى آخر. الآن، أخيرا، وبعد ذلك، وحتى اللحظة، لأن، وبالتالي، مما أدى. هذه هي إيش؟ وسائل اللي هي الانتقال. الآن، أخيرا، وبعد ذلك، حتى اللحظة، لأن، هذه كلها اللي هي بدك تنتقل من جملة إلى أخرى. طبعا هذه كلها بتخدم اللي هي الحوار التلفزيوني، بتخدم الحوار التلفزيوني. وفي النهاية زي أي كلمة لا تضيف جديدا للنص بدنا نحذفها على طول، لنبعد دائما عن الكلمات المجردة التي لا يدركها المشاهد، ونستبدلها دائما كلمات ملموسة بتوضح المعنى. فلا نقول مثلا الاستعمار الرأسمالي ممثل الدعاء، ولكن نقول الاحتلال سيطرة رأس المال وكيل النيابة. يجب كتابة الأرقام والكسور بالحروف لصحة النطق عربيا، دائما بكتب الأرقام والكسور دائما بالحروف، طبعا ما أبعد عن لغة أنه أكتب بالأرقام. يجب أنه أنا أستعمل اللي هو استعمال لغتنا في الكتابة، لغة تاعتنا دون اللجوء للغات أجنبية. لا نستخدم الاختصارات أو الرموز، وإنما نكتب دائما الكلمات بمعناها الكامل. دائما نكتب الاسماء كلها دائما بين قوسين، دائما الاسماء عندي بدها تكون بين قوسين عشان حتى اميزها. يمكن للكاتب ايضا ان يقتبس من اللقاءات او الحوارات التي تمت بالبرنامج، او الاقتباس قد يكون مثلا نفس الموضوع، يعني الكاتب بده يقتبس من اللقاءات والحوارات اللي بالبرامج، قد تكون مثلا هذه مباشرة من كلام الضيف او جزء منه، او اقتباس مع اعادة الصياغة. انه تكون الكتابة دائما بدها تكون موجزة، دائما الكتابة تكون متفقة مع الصورة، مش اكتب في وادي والصورة اللي قدامي تبقى في وادي اخر، تكون الصورة واضحة. بنبعد ايضا عن الاختصار المخل للمعنى، تكون في دقة في الصياغة اللغوية، يكون في وضوح بساطة، يكون التآلف في النصف وعدم تنافر ما بينه، يكون في تشويق وإثارة واهتمام، يكون في مراعاة للآداب العامة، يكون النص عندي واضح ومعاني واضحة، يكون ايضا المراجعه والشكل العام للسكريبت النهائي اللي بده يكون مخرج اللي هو العمل اللي بدي اظهره للجمهور ويطلع عليه. تتلخص، خلينا نلخص اللي هي خطوات الكتابه التي يجب مراعاتها. خلينا نشوف اللي هو عندنا هنا الخطوات ومواصفاتها. المقدمه، دائما البدايه بالمقدمه بدها تكون البدايه يا اما خياليه او بدايه او بدايه مقدمه ناعمه، تمام؟ طبعا البداية بالمقدمة اللي هي بدها تكون اللي هي يا خيالية ناعمة، أو مقدمة شاملة، أو مقدمة مقتبسة، أو مقدمة مشوقة، أو مقدمة مسلية، أو مقدمة مسلية. طيب بالنسبة للموضوع، مواصفات الموضوع بده يكون يركز دائما فيه على العنوان الرئيسي. طب الهدف من البرنامج، دائما بده يظهر الهدف من البرنامج في النص من خلال المدة المقترحة، من خلال اختيار الكلمات الملائمة، من خلال اختيار وقت البث، من اختيار من خلال اللي هو الأسئلة والضيوف وموقع التصوير والديكور والشكل الفني، تمام؟ هذا بالنسبة للهدف من البرنامج. أيضا بالنسبة اللي هي لخصائص الكتابة، في عندي مجموعة من خصائص الكتابة إن شاء الله هنتعرف عليها في المحاضرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.